يعني هل في أمل بالفعل؟ يعني يمكن حضرتك قلت إنه الطب بيتطور يوم عن يوم، كتير قوي من الأمراض المستعصية بنلاقي لها علاج، فهل ممكن حتى يعني الكانسر أو السرطان، المرض المميت ده، ممكن يعني يوم من الأيام نوصله لعلاج دون بقى يعني التعرض لمراحل الكيماوي يعني المريض اللي بص بيتعرض حضرتك، طبعا ليها؟ يعني حصل تقدم كبير قوي في ال10 سنوات الاخيره في علاج الكانسر في السرطان. يعني النهارده مثلا عمليات سرطان الثدي بالنسبه للسيدات بقت عامله زي اللوز، مش زي زمان كان صح. بتبقى بتتعمل عمليه والناس بقت كويس، وانواع كتير من السرطان. احنا عندنا في مصر زي مستشفى سرطان الاطفال، الحقيقه نسبه الشفاء بتوصل 80% زي المستويات العالميه. زمان كانت نسبه الشفاء ضعيفه جدا، فدلوقتي في وسائل كثيره الحقيقه للعلاج وجيب نتائج كويسه. في الفتره الاخرانيه السنه اللي فاتت دي بدا يظهر جيل جديد من الادويه الحديثه خالص بتستخدم في علاج السرطان بتجيب نتائج عاليه. بس هو للاسف لسه الاسعار الادويه غاليه، ولكن النتائج بتاعتها كويسه جدا. فما بقاش السرطان المرض الفظيع الوهمي بتاع زمان ده اللي كان من 20 30 سنه، لا دلوقتي الحمد لله نسب الشفاء عاليه. ربنا يشفي يا رب. وكل يوم في تقدم على فكره، يعني دايما في امل. والابحاث اللي بتجرى حاليا مبشره جدا في ادويه جديده لسه لم يعلن عنها. انا بتابع الحقيقه الحاجات اللي في كل حته، اعتقد في خلال 6 شهور برضو في علاج جديد، في خلال سنه هيبقى في ادويه تانية جديده. فالحقيقه المرض كل ما ده يعني بيتضاءل امام التقدم التكنولوجي في علم الادويه. اكزيما ربات البيوت دي من الحاجات اللي سمعنا عنها وانتشرت الفتره الاخيره. الاكزيما ربات البيوت اللي بتظهر بسبب انه السيدات في البيوت بيغسلوا على طول ايديهم في الميه في المنظفات الكيماويه، وبالتالي بيحصل لهم اكزيما بسبب الموضوع ده. الحل ايه والعلاج ايه؟ عارفه بيسموه ايه؟ بيسموه مرض ست البيت، اسمه كده هاوس وايف ديزيز فعلا. ليه؟ لان المشكله، انا عايز اقول لك حاجه، في مشكله بتقابلني انا مع السيدات الحقيقه، اقول لهم لو سمحتوا البسي جوانتي وانت بتغسلي. تقول لك ما بعرفش اغسل من غير جوانتي. اقول لا، انت لازم تتعودي على كده. يعني انت عارفه عندنا في الطب الوقايه خير من العلاج. المرض ده ممكن ما يبقاش موجود خالص لو ان السيده بتلبس جوانتي اثناء سواء غسيل اطباق او الاكزيما. بتجيلها بسبب الميه ولا سبب المنظفات؟ صابون، سواء صابون بقى غسيل هدوم او غسيل اطباق. فاذا انا بس السيده كده يعني ما بترتاحش كده غير لما تنظف بايديها وتتاكد ان الطبق نظيف والكوبايه نظيفه، فيعني في ضمير كده في المواعين. والله حاجه صدقيني برضو بالجوانتي دي عامله، عارفه زي ايه؟ لما اقول للناس دايما ودايما برضو بيردوا، اقول لهم يا جماعه بلاش تستحموا بالليفه. ما تستحموش بالليفه. ما اقدرش. اقول لها ما تقدريش ليه؟ تقول لي بحس، او الانسان بس انا برضو يعني يا دكتور سمعت انه الليفه مهمه، الليفه يعني بتنظف كويس. تصوري بقى العكس تماما، ده احنا متربيين على الليفه. تصوري الليفه دي نبات اسمه نبات اللوف، بيتكون من الياف. اكتشفنا في ان في انواع من الميكروبات بتتغذى عليه. فالانسان لما بيستحمى بالليفه ويسيبها مبلوله بركونه، الميه مع الالياف دي بتنمو عليها ميكروبات ضاره بالجلد. يعني مش حتى لو الليفه دي بتاعتي انا لوحدي، فانا لو بستخدمها كل، طب هقول لك حاجه، اعملي تجربه، هاتي ليفه وسيبيها مبلوله اسبوع و10 ايام هتلاقيها اسودت. طب بتسود ليه؟ بكتريات وبكتيريا، ميكروبات بتنمو عليها وبيدوا. طب الاطفال بقى يا جماعه نخلي بالنا عشان الليفه بتاعت طبعاً الاطفال الناعم. طبعا طبعا. واحسن نوع من انواع الصابون نستخدمه صابون الجليسرين، صابون امن وبينظف الجلد. والجلد يكفي قوي ان انا اغسله بالصابون كويس والميه من غير ليفه، هينضف ومش هيبقى فيه اي حاجه خالص. طيب نرجع لإكزيما ربات البيوت كده، السيدات لازم تلبس جوانتي وهي بتغسل المواعين او بتنظف. بالظبط. طيب لو جالها الإكزيما خلاص؟ لا، علاجه بناخد علاج، بتبقى علاجات موضوعيه. اذا كان بيصاحبه هرشه وحكه بناخد قرص مضاد للهستامين طويل المفعول بعد العشاء. اذا كان في التهاب بناخد مع الاقراص كريمات مضاده للالتهاب، بدهن مره الصبح ومره بالليل، اسبوعين بالكتير او بيكون المرض اختفى. ان شاء الله ما يرجعش تاني الا اذا كررنا الغلط وغسلنا بالصابون.